صح. ننزل بقى نقول للماما اللي احنا لقينا شجرة. حطينا بس تتشمس. نقول لها احنا خطفناها عشان العيد. لا مش خطفناها كلونيا، لقيناها كلونيا. هتودينا في 60 ده يا كلونيا. يلا كلونيا. واحنا لقينا شجرة. واحنا لقينا شجرة. يا ولاد العبيطة، دول ما شافونيش ازاي؟ بيقول لك لقينا شجرة. أنا سمعت بودي. يا نهار اسود، ده الشجرة دي طولي طولي، دي تلاقيها غالية أوي. هتخش لها ب 55 جنيه، 180 جنيه، 350 جنيه، 400 جنيه. ده جميلة. لا وخفيفة أوي. بص يا لهوي، ممكن امسكها بايد واحده اهي. حلاوتها انها خفيفه. اركب لها النجمه بتاعتها، اخدها بقى اروح ابيعها واجيب بقى، اروح اجيب نص فرخه ونص كفته واكل. المحمده كانت فوق بس دخلت الحمد لله. دي مرة ولعب تناقص. ماشي يا حمادة. ماما قالت لنا قالت لها هاتوا الشجرة وورهالي. ماما قالت لنا كده. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ الشجرة اللي احنا لسه لقيناها ضاعت تاني. الشجرة أموت. يا نهار يا خلاص يا نسبتي، احنا لسه ما تهنيناش بيها، لسه ما تهنيناش بيها. يا خلاجي يمي. يا خلاجي يا امي يا خلاجي.